الإيكوميرس أو التعاطي التجاري أونلاين هو التعبير عن التطور الطبيعي لأي تقدم بالاقتصاد، والتسوق الإلكتروني للأجيال الجديدة وبالمجتمعات المتطورة هو أمر طبيعي جداً رح تظهر فوائده أكثر مع الوقت. فشو هي هالفوائد؟ من أهم فوائدها أول شيء السرعة، إنه بيقدر الواحد يشتري جزدان يشوف كل المحلات كل أنواع الجزدين بفترة مثلاً، أو يشتري كتاب يقدر يدور عليه بكل، كأنه أحسن ما يبرم على 10 مكتبات وتاخده عجقة سير وكذا، بيقدر يعملها كلها على عن طريق المواقع. ثاني شيء حرية الاختيار، صار عنده عم يقدر يشوف عدة أشياء بيقدر يختار أي أحلى أي أحسن. ثالث شيء السعر صار أرخص، لأنه بيقدر لما بيبرم على كتاب أو على جزدان أو أي منتوج أو على تلفزيون بيقدر يشوفه من موقع لموقع، بيشوف أنه كل واحد عاطي أوفر أو عرض، أي الأرخص بياخذ الأرخص. صار عنده الموقع تبعه هو عبارة عن محل تجاري مفتوح على كل العالم، صار بيقدر يجي إذا شخص من لبنان عنده موقع ببيع مثلا أشياء إلكترونيكس، ببيع جزدين، ببيع فساتين، كل هدول الأشياء صار مفتوح، زبائنه معقول تجي من الكويت، من السعودية، تجي من أستراليا، تجي من هاواي، تجي من أي محل بالعالم. هو صار قادر أنه يكون عنده زبائن من جميع أنحاء العالم. والشغلة الثالثة اللي كتير مهمة، ما بقى لا يقدر يكون موجود على على هالموقع، ما بدها كتير انفراستراكشر، يعني ما بدها كأنه واحد عم يفتح فروع بكويت وبدبي وكذا ويحط موظفين يحط مدراء ويعمل كل هالانفراستراكشر أو بنية تحتية لهالشي. صار مجرد يعمل بنية تحتية للموقع تبعه بيقدر يكون موجود وين ما كان وبسرعة، وبنفس الوقت بدون ما يكون الأكلاف يلي بيقدر يتكلفها لو كان بده يفتح هالفروع بهالبلدان. المواقع الموجودة باللغة العربية بتشكل 0.5% من المواقع الموجودة بغير اللغات. أكيد اللغة الإنجليزية هي مسيطرة على كل شيء، بيجي وراها الصينية، بيجي وراها الإسبانيولية، بيجي وراها غير لغات، واللغة العربية هي أقل واحد. يعني بلبنان او حتى بلاد عربية لسه ما حس فيها النيد انه لا يروحوا، انه مثلا مثل ما قلت لك الجيل، ما احنا كجيل جديد، الجيل الجديد عنده اياها، جيلنا بيطلع بيقول انه انا عاوزة فستان، انه انا شو ما حاسس هالنيد انه يروح يروح على الانترنت ليقدر يدور على فستان، ما عنده ثقة انه هالفستان مثل ما محطوط اوصافه هو موجود، انه ان كان نوعية القماش، ان كان ملمسه، ان كان ما بتحس الست انه لا جعبالها تقيس الفستان تمسكه بايدها تحس فيه. بينما عند الجيل الجديد لا، لانه بيكونوا جربوا اشتروا الشغلة، شافوا كل سبيسيفيكيشن تبعها او كل المواصفات واستلموها، لقوا ان المواصفات اكزاكتلي مثل ما محطوطه على الانترنت، فصار عندهم ثقه بهالشيء. انا بعتبر انه الجيل الجديد كثير صار عنده ثقافه انترنت لانه عم ياخذها بالمدارس، فلسه عنا أجيال كتيرة وكتير عنا عالم لسه ما عندهم هالثقافة عن أهمية التكنولوجي وعن أهمية في، يعني نحنا ما بدك تاخدي بيروت، ما بدك تاخدي مثلا دبي، ما بدنا ناخد القاهرة، بدنا ناخد دايما الضواحي، الضياع، المحلات، لسه هيدا ما هو موجود. يعني يمكن منتشر الانترنت بالقاهرة، منتشر بالسعودية بالرياض، منتشر ببيروت، بس ما أنا منتشر بالضياع وبرا. فبينما بأمريكا صارت منتشرة وين ما كان، بس تجي تقول لهم انترنت لا 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 انا ما بدي ادخل على الانترنت، ما بسترجي لانه حط رقم بطاقتي لانه بيسرقوها وبيصير شيء بخوف، وما بعرف انا اذا بيسحبوا من حسابي بياخذوا اكثر. هيدا كمان ما عندهم ثقه، بينما كمان هيدي الشغله بالعالم بامريكا تخطوها، بيطلعوا على محلات المواقع يلي بتكون محميه، يلي بيكون في عندها عنوان مكتوب سكيورد، وبيشوفوا القفل واللي هو يعني بيعرفوا يطلعوا على الاشياء المميزات يلي بيميزوا الموقع. ما فيني احكي بهالمعوقه بامريكا او باوروبا لانه العناوين مزبوطه،
الكوريه بيقولوا لك 3 ايام بتوصل 3 ايام، كلفه التوصيل كثير يعني بيقدر الواحد يعتمد عليها. بينما اذا بدنا ناخذ بلبنان ما في عنا عنوان معمل له شيفرة او معمل له مرقم او معنا شوارع مرقمة. بنفس الوقت مش دايما بيقدروا الشركات التوصيل من الكورية ان كان DHL اكس او هدول يقدروا يوصلوا للعنوان، لانه ما في عنوان مزبوط مرقم. اوروبا والبلاد بأمريكا أكلاف الإنترنت ماشي، يعني إنه كتير بسيطة. البلاد العربية أحسن إذا منيجي منا برخص يمكن أمريكا، بس إنه سعرها مقبول وأفيلبل موجودة. بينما إذا باخد لبنان يعني كلها أقول هيدي المشكلة على طول بيحكوها بالتلفزيونات وبالجرائد وكذا. صار عنا قسم كبير من التجار يلي هن صاروا واعيين لأهمية وجود المكانات الإلكترونية عندهم. نفس الوقت عنا كتير من حاملي البطاقات صاروا واعيين إنه أهمية حمل البطاقة الإلكترونية استعمالها لمدفوعاته اليومية. صار عنا التاجر وعنا حامل البطاقة. هون دور بقى البنك. جينا نحن قلنا نحن بدنا نعمل مثل ماركت بليس، نحن بدنا نعمل مثل تسوق بالنص، بدنا ندخل لنجمع ناخد حامل البطاقة نجمعه بالتاجر منه من جهة، نحن منشجع التجار يبيعوا بضايعهم، وتانيا منشجع حامل البطاقة نضلهم وين التاجر المنيح. بيدخل على موقع بنك عودي اللي عم قلك عليه بوابة الدفع الإلكترونية، بيدخل عليه اللي هو سيكوريتي كله سيكيورد، بيقدر يحط رقم البطاقة وبيقدر يحط رقم السري اللي هو اسمه CVV2 يلي بيكون مطلوب منه حتى نقدر نتأكد انه هيدا الشخص اللي دخل على الموقع هو صاحب البطاقة نفسه. بيدخلها بتجي لعنا كل هالمعلومات كبنك عودة، نحن بنعمل عليها تشيك من عن طريق فيزا ماستر كارد، وبنعطي اوكي للتاجر بنقول له اوكي كل شيء مقبول فيك تسلمه البضاعة. اوتوماتيكلي التاجر بيعلب العلبة بطريقة تكون صالحة للانتقال من بلد لبلد، وبيعطيها للشركات العالمية اللي كل الشركات اللي بتقوم بالنقل. بعد ما ينقي في بده يروح على الدفع، في شيء اسمه كليك بيقولوا كليك تو باي، بده يكبس هيدي كليك، هالكليك بتطلعه من عند التاجر بتدخله لعند بنك عودة، بفوت. صار غير انفايرمنت، غير بتشوف بنك عودة، بيشوفوا القفل تبع ماستر كارد، القفل تبع فيزا، بيشوفوا السيكوريتي، بيقول له بنك عودة ويلكم تو بنك عودة. هلا هو وانت ادخل رقم بطاقتك، ادخل رقمك السري، ادخل، بصير الشخص مرتاح لو عم يتعاطى مع بنك مش عم يتعاطى مع تاجر. كتير نحن بهمنا انه نقدم خدمات لتجار البنك عودة كتير مهم، بس نفس الوقت نحن مفتوحين لكل تجار لبنان. ولذلك يعني يمكن في تاجر اليوم منه تاجر بنك عودة بكرة بصير تاجر بنك عودة، فهيدي الشغلة وسيلة لنقدر نستجلب زبائن كتير، وهيدي كتير ساعدتنا نجيب زبائن كتير، لأنه على طول نحن منقدم شيء خدمة قيمة مضافة. يعني البنك ما بقى بالنسبة للتاجر بس إنه محل يروح يحط المصاري تبعه أو لا يقدر يسحب المصاري، البنك صار لازم يقدم له مثل نوع من استشارة للتاجر. أنا لما بقعد مع التاجر، لما بعرض عليه ليحط الموقع لإله على الإنترنت، وبعرض عليه بوابة الدفع الإلكتروني، بفسر له وبعلمه وبقول له قديش بيقدر ببيع أكتر، وقديش بيكون بيقدر يجيب شغل أكتر، وبطلب منه كمان أفرز. زود التجار مثل ما قلنا بوابة الدفع الإلكتروني، هلأ هيدي موجودة. بروح عند التاجر مثلا، هالتاجر بيكون عنده موقع إلكتروني محطوط بضاعة عليه عارضها حاطتها، وبيجي بيقول له أنت طب عم تعرض البضاعة، لما حدا بده يشتري كيف بده يدفع لك؟ بيقول أنا بركي بيبعث لي الشيك بالبريد أو بركي بيحولي عن طريق بنك. بنقول له لا، بنوصلك على بوابة الدفع الإلكتروني تبع بنك عودة أوتوماتيكلي، هدول الأشخاص بفوتوا الكاردو كريدي عنا ونحن بندفع لك المصاري. فهيدي موجودة وهي صار لها 7 سنين القصة. شيء من الخدمات اللي بقدمها بنك عودة هو أونلاين تيكيتينج،
يعني فيك تدخلي على ويب سايت معين، اذا بدك تروح على السينما بتقدر تشتري تيكت عن طريق الانترنت وتدفعي فيها. وفي عنا اونلاين ريتشارج للبريبيد للتليفونات الام تي سي والفا، وفي عنا كمان بتقدر تعملي اونلاين دونيشن عن طريق الاونلاين، بتدخلي كمان بتحطي لتعطي مؤسسات الاجتماعيه تعطيهم هبات وهيك عن طريق الانترنت. بعدين كتير مهم التشريع، هون بدي ادخل على قصه القانون، هيدا اللي عم نجرب نشتغل عليه، هذا عم نجرب نشتغل مع مصرف لبنان انه يشرعوا الاشياء الالكترونيه، لانه انت بتعرفي لما اي شراء عن طريق الانترنت بده اي عمليه شراء بده قوانين، يعني قانون انه اوكي انا اشتريت هالجزدان بس انا اذا ما عجبني شو بعمل؟ فيني رجعه؟ اذا وصل منزوع مخموش الحق على مين؟ مين بيسلم البضاعة؟ إذا تسلمت البضاعة مزبوطة؟ إذا ضاعت بالطريق مين المسؤول؟ كل هدول الأشياء، هيدا من أهم المعوقات بلبنان عليها. بلبنان هذا مشروع نحن كبنك عودة قدمنا من تقريبا من شي 4-5 سنين لعدة حكومات، يعني لوزارة المالية قدمنا، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، لكل الوزارات إنه نساعد ونشجع انه يحطوا كل هالمعلومات يلي عندهم اياها، او كل هالفواتير، او كل هالخدمات، او كل هالاشياء يلي المؤسسات الحكوميه عندها اياها بتناول المستهلك بطريقه ترانسبيرنت، بطريقه واضحه على مع كل خدمه سعرها.